صحته تستمر بتطبيق بلازما الدم لعلاج مرضى كورونا. إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين في العالم. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وقالت الوزارة في بيان لها إن 5 من الإصابات سجلت في أربيل و1 في دهوك، فيما سجلت محافظة ديالى حالة وفاة جديدة بكورونا لرجل أربعيني كان يعاني من التهاب الكبد الفيروسي. وفي وسط أعلنت خلية الأزمة في المحافظة تسجيل 3 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ولفتت الخلية في بيان لها إلى احتمالية تسجيل إصابات كثيرة نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، داعيا المواطنين للابتعاد عن التجمعات البشرية وعدم الاختلاط والتلامس الحيلولة دون انتشار الوباء. دعت مصر المجتمع الدولي للاستمرار في دعم القارة الإفريقية في مواجهة ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات وتحديات تهدد الاستقرار ومسيرة التنمية. وشددت وزارة الخارجية المصرية على أهمية العمل المشترك والتضامن الإفريقي في ظل أزمة جائحة كورونا التي تجتاح العالم الآن، بما في ذلك دول القارة الإفريقية. في المغرب أعلنت وزارة الصحة أن مؤشر انتشار فيروس كورونا سجل انخفاضا طفيفا على الصعيد المحلي، وأوضحت الوزارة أن المؤشر يختلف من جهة لأخرى، ففي الوقت الذي نزل فيه تحت 5% في بعض الجهات ما زال يقارب 1% بجهة الدار البيضاء. قالت منظمة الصحة العالمية أن اختبار دواء الملاريا كعلاج محتمل لفيروس كورونا قد توقف بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، ويأتي ذلك بعد أن أشارت دراسة طبية حديثة إلى أن الدواء يمكن أن يزيد من خطر وفاة المرضى من الوباء. تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى 87,000 من 97,000.3 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 5.5 ملايين. جاء ذلك في بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. سجلت الهند أكثر من 6,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، وبلغت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا 6,087، ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات 144,000 حالة. أعلنت وزارة الصحة في البرازيل ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 23,473 حالة عقب تسجيل 870 وفيات متجاوزة الولايات المتحدة في عدد الوفيات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. أخيراً، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة ستعيد فتح الآلاف من المتاجر، متاجر الشوارع الرئيسة ومتاجر الكبرى والمراكز التجارية الشهر القادم. وقال جونسون إن الحكومة تنوي السماح للأسواق الخارجية وصالونات السيارات بأن تعيد فتح أبوابها اعتباراً من الأول من حزيران المقبل. إلى اللقاء.